انفجارات غامضة وقوية هزت غرب إيران بشكل كبير للغاية فجر هذا اليوم. هنالك تضارب في الروايات حول ما جرى طبعا فجر هذا اليوم من هذه الانفجارات التي تبدو بأنها تحدث بين فترة وأخرى، وهذه القضية وثقتها واهتمت بها رويترز وكذلك الاندبندنت الفارسية والعديد من الوكالات الموجودة في الداخل الإيراني. وما الذي جرى وهذا الانفجار كيف تم وأين تم بالضبط؟ هذه هنا كما ترون هنا الأراضي الإيرانية، وهذه هي العاصمة الإيرانية طهران، والانفجار جاء بهذا الاتجاه على بعد 277 كيلومترا تقريبا، بل حتى إلى 311 كيلومترا تقريبا الغرب هنا على مسافة وعلى مستوى 3 محافظات. والحديث هنا بحسب التقارير تتحدث بأن 50 مدينة سمعت دوي الانفجارات الكبيرة والهائلة للغاية. واحدة من المحافظات المهمة التي سمع فيها دوي الانفجارات كانت هي محافظة كرمانشاه التي تأتي بهذه النقطة تقريبا، وهي التي تبعد عن الحدود العراقية الإيرانية على مسافة 133 كيلومترا. دعونا ندخل إلى هذه المناطق الموجودة في غرب طهران لكي نتعرف ما الذي جرى فجر هذا اليوم في الداخل الإيراني. هنا طبعا هذه هي المناطق التي سمعت فيها دوي الانفجارات. أولى وأهم هذه المناطق والمحافظات التي سنتحدث عنها هي هنا محافظة همدان، وكذلك في هذه النقطة محافظة كرمانشاه وسننج بهذا الاتجاه. أي نحن نتحدث عن مثلث تماما هو الذي تمت فيه الانفجارات وسمعت فيه أصوات الانفجارات على مساحة 200 كيلومتر سمعت تقريبا هذه الانفجارات، وخاصة أن هنالك مدينة قريبة جدا بل هي أساسا تابعة إلى هذه المحافظة، محافظة همدان، على مسافة 45 كيلومترا هي مدينة أسد آباد، سمع فيها دوي الانفجارات بشكل كبير للغاية، إلى درجة أن التقارير التي ذكرت في الاندبندنت الفارسية قالت بأن الانفجارات هذه جاءت على مستوى أنها هزت المنازل بأكملها على مستوى الأبواب وعلى مستوى الزجاج، إلى درجة جعلت الناس يخرجون من منازلهم من شدة الانفجارات. توقعوا بأن هنالك قصفا أو ما شابه ذلك في ظل ظروف جوية صعبة، ظروف الجوية لم تكن سهلة أبدا، وبالتالي دوي الانفجارات كان كبيرا للغاية في أسد آباد. بل إن هنالك كانت أيضا تقارير أخرى عندما حدث هذا الانفجار جاءت أيضا من رويترز وجاءت أيضا من اندبندنت الفارسية، تحدثت بأن المنظومات الدفاعية قد تكون فعلا عملت من محافظة كرمانشاه بهذا الاتجاه، ولذلك عند الانفجار بهذا الاتجاه تقريبا سمعت الانفجارات وهي تحدث في هذه المدن وفي هذه المحافظات. ولذلك هذه الانفجارات هي ليست المرة الأولى التي تحدث، والكل توقع بأننا أمام مناورات عسكرية إيرانية غير معلنة لا يعلم عنها شيء أحد. ولكن المفاجأة كانت صباح هذا اليوم النائب وزير الداخلية الإيراني الذي قال بأنها لم تكن مناورات عسكرية والمنظومات الدفاعية لم تعمل أبدا، بل إن القضية هي متعلقة بعواصف رعدية، بل بالأحرى هي صواعق هي التي تسببت بهذه الأصوات ودوي الانفجارات التي بدت وكأنها انفجارات. هذه هي الرواية الرسمية القادمة من إيران، ولكن هذه طبعا أثارت الكثير من الجدل ووضعت الكثير من علامات الاستفهام، لأن التصريحات التي جاءت لوكالات مهمة موجودة في الداخل الإيراني تتحدث عن قصة وعن رواية مختلفة تماما. وهذه جاءت مثلا من نقاط مهمة جدا ألا وهي همدان وأسد آباد، تصريحات جاءت إلى بلومبرغ الأمريكية. ولاحظ ما الذي قاله هنا مسؤول أمني لمحافظة همدان الإيرانية لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية: الانفجارات كانت نتيجة تدريبات، وربما أنها تمت في محافظة مجاورة لهمدان أي أسد آباد، المدينة التي تحدثنا عنها بأن الأصوات كانت كبيرة فيها. كذلك الاندبندنت الفارسية أخذت تصريحات من محافظ أسد آباد نفسه أينما تمت هذه الانفجارات، ولاحظ ما الذي قاله في الساعات الأولى عند سماع دوي الانفجارات: في البداية كان يعتقد أنه صوت الرعد الناتج عن الأحوال الجوية، لكن هذا الاحتمال تم استبعاده. وهذه طبعا توضح بأننا قد نكون فعلا أمام أمر غامض، روايات متضاربة كما حدث في السابق. وكما قلنا بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها هذا الأمر أبدا، هذه ليست المرة الأولى، بل إنها بدأت هذه القضية منذ الشهر الماضي. هي تمت في هذه النقطة التي هي تمثل
منشأة نطنز النووية. فجأة المنظومات الدفاعية عملت وكان هنالك انفجارا كبيرا على مسافة 20 كيلومتر من هذه المنشأة المهمة التي يتم فيها تخصيب اليورانيوم على مستوى 60% بل حتى 63% بحسب آخر التقارير وطبعا بسبب تقلبات تخصيب اليورانيوم التي تحدث في أجهزة الطرد المركزية الموجودة هناك. وبعد هذا الانفجار انتظرنا وقتا حتى صرحت إيران بأنها كانت أمام وكنا أمام مناورات عسكرية تحسبا لأي ضربة إسرائيلية محتملة ممكن أن تكون ضد منشأة نطنز. كذلك أيضا في الشهر الماضي وبعدما جرى في نطنز وبعدما شوهدت أيضا طائرة مسيرة فجأة بهذه النقطة تقريبا بعد الانفجار في الصباح الباكر لوحظت طائرة التي هي من نوع RQ-170 الإيرانية التي تستخدم في عمليات التجسس وكذلك تستخدم في عمليات القصف. فجأة بعد هذه القضية بأيام قليلة أيضا كان هنالك فجأة المنظومات الدفاعية عملت فوق مفاعل بوشهر بعد توقفه بشكل مباشر بانفجارات كثيرة لم يكن يعلم عنها أحد شيئا. وبعدها في الصباح الباكر قالت إيران أيضا بأننا كنا هنا أيضا أمام مناورات عسكرية. وهذه القضية أيضا تكررت مرة أخرى في الخامس من هذا الشهر في انفجار أتى إلى غرب العاصمة الإيرانية طهران هنا في هذه النقطة التي تمثل محافظة كرج التي يتواجد فيها وتتواجد فيها منشأة كرج الوحيدة التي يتم فيها صناعة أجهزة الطرد المركزية في إيران. فجأة انفجار كبير جدا تم في هذه المحافظة المهمة وبعد ذلك أيضا عادت إيران في ظل تضارب للروايات في كل هذه القصص التي نتحدث عنها قالوا بأننا كنا في مناورات عسكرية وها نحن أمام هذه الانفجارات التي هي غرب إيران بهذا الاتجاه ولكن هذه المرة قالوا بأنها ليست مناورات عسكرية. المثير في هذه القضية إذا ما نظرنا إلى هذه الخريطة فالواضح بأننا أمام منظومات دفاعية عملت في كل الاتجاهات. وعلينا لا ننسى بأن الشهرين الماضيين إسرائيل أعلنت بشكل واضح وبشكل مباشر بأنهم بدأوا يقومون بعملية محاكاة لضربة المنشآت النووية وتحديدا منشأة نطنز ولكن على الاتجاه الآخر ألا وهو اتجاه البحر المتوسط على مسافة أكثر من 1000 كيلومتر. وبالتالي هم يدرسون قضية عبور الأجواء العراقية بهذا الاتجاه والوصول إلى منشأة نطنز. فلذلك البعض لا يستغرب أبدا وبعض التصريحات ترى بأننا قد نكون أمام تجارب إسرائيلية غامضة لطبيعة المنظومات الدفاعية في ظل الأجواء الصعبة الأجواء مثلا التي هي ممطرة أو فيها عواصف أو صواعق أو غيرها من هذه الأمور وفي ظل الأجواء التي هي طبعا الليلية وكيف هذه المنظومات أن تعمل وغيرها. فبالتالي قد نكون أمام تجربة واضحة من قبل الإسرائيليين حتى من مفاعل بوشهر من هذا الاتجاه قد يكون هذه الدراسة التي يبحثون عنها وخاصة أن الإسرائيليين هددوا في أكثر من مرة بتدمير البنى التحتية للمنشآت النووية. وهنا تكمن خطورة هذه الأمور إن كانت فعلا إسرائيل خلف هذه القضية ولكن الروايات الرسمية تذهب إلى صواعق وإلى مناورات عسكرية لا يعلم عنها أحد وتثير الرعب بين الناس بحسب الوكالات وبحسب ما يدور في الداخل الإيراني. المثير بأن هذه القضية التي جرت هنا في هذا الاتجاه غرب إيران هي جاءت بعد أقل من 48 ساعة من هذا اللقاء المهم الذي جرى بين وزير الخارجية الصيني ووزير الخارجية الإيراني بهذا الشكل من بكين وأعلنوا بدء تنفيذ اتفاقية مهمة جدا وقعوها العام الماضي لمدة 25 عاما من أجل عملية التشارك وعملية التعاون على المستوى الاقتصادي مستوى الطاقة المستوى الأمني وغيرها من المستويات الأخرى. وهذا يعتبر متنفسا كبيرا بالنسبة لإيران بشكل مباشر بل إن الصينيين لم يتوقفوا عند هذه القضية بل إن وزير الخارجية الصيني كانت له تصريحات منتقدا فيها الولايات المتحدة الأمريكية وما فعلته من عقوبات أحادية تجاه بانسحاب أحادي من الولايات المتحدة الأمريكية في زمن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018. لذلك هم وجدوا بشكل واضح الصينيين بأنهم معارضون لكل هذه الأمور وعلينا أن لا ننسى أن روسيا أيضا تقف بنفس هذا الموقف. وعلينا أن ننتبه إلى قضية بأن التفاصيل في هذه الاتفاقية التي وقعت بين إيران وبين الصين هي غير واضحة بالكامل للإعلام ولكن كانت هنالك نقطة مهمة ذكرت وذكرتها النيويورك تايمز عند توقيع هذه الاتفاقية وقالت الآتي: يعد الاتفاق طموحا لوجود صيني ضخم في التنمية الاقتصادية لإيران مقابل إمدادات منتظمة من النفط الإيرانية المنخفض
بشدة، فواضح جدا بأنهم سيكونون في موقف قوي في المفاوضات النووية قد تكون في الأسابيع أو الأشهر القادمة. مهما كانت الأمور، نحن لدينا الصين لمساعدتنا. فشلت المفاوضات أم نجحت؟ ولكن هذا لم يمنع الصحف الاقتصادية الإيرانية في الداخل الإيراني في 48 ساعة الماضية أن تنشر بهذا الشكل، تحذر الحكومة الإيرانية من عملية رفع الدعم عن المنتجات الأساسية في الداخل الإيراني، لأنها ممكن أن تفجر ثورة في الداخل الإيراني، لأن الظروف الاقتصادية لا تبدو بخير على الأقل حتى هذه اللحظة. لا ترفع الدعم عن المنتجات الأساسية لأننا قد نكون في خطر كبير. بالإضافة إلى تهديدات أوروبية وأمريكية واضحة ظهرت من وزير الخارجية الفرنسي الذي قال: عليكم أيها الإيرانيون أن تعودوا الآن وأن تتفاوضوا بسرعة كبيرة وأن تتجاوبوا معنا، وإلا لن ترفع العقوبات أبدا وستفشل هذه المفاوضات. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كان واضحا وقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية إن فشلت هذه المفاوضات سنفرض عقوبات وسنتخذ إجراءات ضد الإيرانيين. ولكن النقطة الفاصلة في هذا التحدي الكبير بين الصينيين وبين الأوروبيين وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية هو هذا الرجل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل. هذا الرجل قال بأنني كنت متشائما حول المفاوضات النووية، ولكن منذ بداية هذا العام أجد بأن الأمور ستصبح بخير وستكون على خير وسينجح كل شيء بالنسبة لهذه المفاوضات النووية. لذلك هنالك ترقب كبير حول ما سيجري في هذه المفاوضات، ولكن الترقب الأكبر ما الذي ممكن أن يجري وما الذي ممكن أن ينتج من هذه الانفجارات الغامضة المستمرة التي تأتي على مستوى شهرين على التوالي في عمل مفاجئ للمنظومات الدفاعية الإيرانية بهذا الشكل وفي منتصف الليل.